الشهود اللقاء اللي غيكون مع النقيب ديال المحامين لا هادو بالنسبه للزملاء والضرب اذا احنا بالرباط عقد لقاء اليوم وكان لقاء ديال اسره المحاماه لقاء اللي ما بين النقيب وزملائه ولقاء اللي تم فيه استحضار تاريخ المجيد لنقابه المحامين بالرباط 100 سنه عندنا عفوا يعني عندنا واحد التاريخ عريق وعندنا واحد المسار مهني ورجالات ونساء مروا منها تعلمنا عليهم التقاليد والعرف وذكر بها واللي هي اللي خصها تسود وبطبيعه الحال حنا بالنسبه لنا الزملاء اغلبيه الزملاء من مدينه الرباط يعني باستثناء واحد او جوج يعني ما عندناش مشكل المشكل كاين فالدفاع المتهم اللي كيطرح واحد العديد ديال الاشكالات بعيده كل البعد على الممارسه المهنيه واللي تعهدوا الجميع باش يخليوا الجلسات تدوز عاديه وتدوز في واحد الجو فيه الاحترام وهو السيد النقيب زيان كتشوفوه اليوم كيبتسم ليا ما بقاش كما كيكون ما بقاتش لا هو لا انا ما كندير تصريحات لا شغلك هذاك واذا بغيتي انت دير تصريحات تفضل لا كندير تصريحات في اطار الاجراءات ملي دير انت انا ندير 10 اكثر منك دير 20 انت علاش دير 10 صافي دير حتى 20 ما ديرش 10 اذا كان لقاء اللي كان لقاء عادي في اطار الامور اللي كتربط الزملاء فيما بيناتهم واللي غتخدم المحاكمه العادله ماشي غادي تضر بها